إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، هكذا كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم. ونعود مرة ثانية لإتمام دروس الاحتفال ببدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بدأ الاحتفال يبدأونه بالقرآن لذر الرماد بالعيون حتى لا يعترض عليهم معترض، وأصبحت تلاوة القرآن بهذه الصورة وربطها بمولد النبي بدعة، مع أن تلاوة القرآن عبادة يتقرب فيها إلى الله، وصارت بدعة حتى بلغ الأمر أن ما يأتي مراب يرابي فيفتتح مؤسسة ربوية إلا ويحضر مقرئ له عمة حالق اللحية والشارب يقبض ثمن القراءة قبل الاحتفال ومعها هدية، ثم يجلس فيفتتح بآيات الله تلك المؤسسة الربوية، وتطورت المسألة فأخذوا يفتتحون بالقرآن الفنادق التي يشرب فيها الخمور والملاهي ومدن الملاهي أسوةً بقراءة القرآن في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قرأ القرآن فصارت قراءته بدعة هو في الاحتفال بمولد النبي، وكما وصفت لكم في الدرس الماضي يحضرون الأطفال يحفظونهم ولهم أزياء معينة وأشكال وألوان ويبدأ يتفننون وكأنها حفلة غناء وليست حفلة قرآن، إذا جود الطفل بصوته الرخيم تصايح الله، وهذا يقول أعد، وهذا يقول الله يفتح عليك، ثم بعد ذلك إذا طالت القراءة، وهنا تكون الطامة الكبرى، إذا طالت القراءة شيخ الطريقة قد يضجر، وبأذني هذه سمعته يوما صاح بهم بعد أن طولوا، يريد أن يسمع السماع، يريد أن يسمع التغبيرة، التغبيرة هذه أبيات وأشعار يدخل فيها من معاني الشرك ما يدخل يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم،
ويستغيثون بالأولياء، عبد القادر الكيلاني، أحمد البدوي، الست زينب، الست نفيسة، السيد الحسين، كلهم يستغيثون بهم. والتغبيرة تبدأ بهز خفيف، هز الرؤوس، ثم تنتهي بتماسك الأيدي والأكتاف والوقوف وضرب الأرض بالأقدام، ويثور الغبار والتمايل عن يمين وشمال، ثم ضرب الظهور بالجدران، ثم التلازم بالصدور، ثم إطفاء الأنوار. وتحضر معهم في هذه اللحظة الشياطين، ويحضر أصحاب ضرب الشيش. وما أدراك ما ضرب الشيش؟ يأتون بفرقة يزعمون أن لها الولاية، وأن الله أعطاها من رضاه وقوته، فأصبحوا لا تؤثر فيهم الأسلحة، فهذا بيده سيف، وذاك بيده شيش، وذاك بيده سيخ، والآخر بيده سكين، والسابع بيده كلوف، وآخر بيده إبر ميابر كبيرة. ويبدأ العرض والمهرجان بمناسبة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدخل الشيش في رقبته من اليمين ويخرجه من الشمال، وأنت تنظر بعينيك، وهذا سحر. إذ يحضر معهم أعوانهم من الجن، من مشرك الجن وكفرة الجن، والجن يشترطون أنهم لا يحضرون هذه المشاهد، فيعينونهم بإزاغة الأبصار، أبصار النظارة الذين يجلسون يشاهدون، فالجن يؤثرون على أبصار الناس. السيخ في الحقيقة ما يدخل، لكن السحر هو الذي يخيل للناظر أن السيخ قد دخل. الجني يمسكه، أنت لا ترى الجني، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فيقف الجني يتلبسه من رأسه إلى قدمه، فإذا ضرب بالسيخ أمسكه الجني هكذا على رقبته، فأنت تنظر فكأن السيخ قد دخل من هنا وخرج من هنا. وهذا يضربه في صدره ويخرجه من ظهره، وهذا يضربه في خاصرته ويخرجه من الأخرى، وهذا يضع في خدوده إبرا كثيرة طويلة، وفي أنفه وشفتيه وأذنيه، وأنت هنا تصاب بالذهول، لا تجد قطرة دم. ثم يقوم شيخ الطريق الأكبر ويأتي إليهم واحدا واحدا، يسحب السيف ويسحب السيخ ويمسح بيده هكذا، فيظهر كأنه عيسى المسيح، بمسحة واحدة شفى الجروح وأخرج السيوف وأخرج الحديد، فيتصايحون وينكبون على يديه ورجليه. فإذا صارت الزحمة وهو تعبان يبي يروح يرتاح، ينزع الحذاء ماله ويخليه على الطاولة، وهم يحبون الحذاء ويسلمون على الحذاء، وهو يروح يستريح داخله. اللي في صرخة يصرخ يلا عشان نخلص منها من الحين. أنتم لا تعرفون هذا لأنكم تعيشون في بلد حوفظ فيه على التوحيد لقربه من نجد بفضل الله ومنته، لكن الذي يسافر ويشاهد يجد الأهاويل. بل ما أذكره نقطة في محيطهم، وإذا طالت قراءة القرآن ومل شيخ الطريقة أقول لكم بأذني سمعت يصيح: ما تخلصونا هكذا. يعني ليس للقرآن عنده قدر، وهو كلام الله، ولا احترام ولا تعظيم. يصيح بأعلى صوته إذا طول المقرئون، طالع الساعة، فاتت السهرة، فيصيح: خلصونا هكذا بأعلى صوته. فطبعا المقرئين ينتبهون فيختصرون، يختصرون الوقت، وبعدين تبدأ الحفل. وأول ما يبدأون بعد القرآن قراءة البردة للبصيري، اللي يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يرتقي من المدح فينقله من بشريته البسيطة التي كان يقول عنها صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، إنما أنا عبد، قل إنما يوحى إلي
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما بيني وبينكم فرق في البشرية، أجوع كما تجوعون، أعطش كما تعطشون، أفرح كما تفرحون، أحزن كما تحزنون، أمرض كما تمرضون، بل مرضي أشد من مرضكم، أوعك وعك الرجلين، والفرق يوحى إلي، والوحي ليس بإرادتي، من الله. يرتقي المدح، يرتقي المدح حتى يجعلون أن الأكوان كلها خلقت من أجله، ثم يصعدون في المدح فيقولون أن نور العرش من نوره، ثم يصعدون في المدح حتى يؤلهونه، فيتحول محمد من بشر إلى إله. وأنا في هذا المقام وهذا المجلس ما أستطيع الحقيقة إيماني وتوحيدي أن أقرأ عليكم بعض الأبيات من هذه البردة اللي في كل احتفال تقرأ من أولها إلى آخرها، نعم، ولكن هي موجودة ومطبوعة، ارجعوا لها، وبالأخص أواخر الأبيات ستجدون يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويسألونه من دون الله، ويستعينون به من دون الله، وهو الذي جمع بنته وزوجاته وآل بيته وعشيرته وقبيلته، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيء، حتى الشفاعة ليست بإيده، إنما بيد الله يرتضيها له يوم القيامة. ويستغيثون ويسألون ويطلبون وينسون الله تماما. فأصبح القرآن ليس له توقير، طار ومزمار ونغمة شادن، أرأيت قط عبادة بملاهي. الله سبحانه وتعالى عندما امتدح أهل الإيمان امتدحهم بماذا؟ أنهم إذا سمعوا القرآن يكون لهم سمت معين، ويكون لهم خشوع معين. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، فيضان في العين للخشوع والخضوع، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه هي صفتهم في القرآن، وهذا سمتهم، لا أن يصيح خلصونا خلصونا خلاص طولتوا ويبدأ الرقص والغناء والردح. الرسول صلى الله عليه وسلم فطم هذه الأمة من هذه البدع والفتن، فقال في حديثه الشريف: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء، ماذا قال؟ إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، خلاص ما في مراجعة، لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لا، انتهوا على طول، الحرام حرام ما في تراخي. وفي رواية: فاجتنبوه. والاجتناب أكثر من الانتهاء، الاجتناب يعني لا تقرب المكان اللي فيه المحرم. أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق لا بد له من رجال يتحركون به حتى يزهق الباطل. وأنا أعلم أن هذه الدروس الثلاثة، درسي الأربعاء الماضي والحالي ودرس السبت بينهما، سيغضب كثيرا 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 من الناس، أنا أعلم ذلك، فتأتيني رسائل كثيرة من المريدين ومن مشايخ الطرق في العالم يستمعون إلى الأشرطة،
يستمعون إلى الأشرطة، يتأثرون بالأشرطة. لكن ما حيلتي؟ أنا بين أمرين، بين أن أرضيهم فأسكت في المولد فلا يكون لي في علم ولا درس وأغضب الله، أو أرضي الله وأغضبهم فآثرت رضا الله على سخطهم. فمن أرضى الله رضي عنه وأرضى الناس عنه، ومن أغضب الله غضب عليه وأسخط الناس عليه. أعرف أن هذه الأشرطة ستجعل بعضهم يقول أنت وهابي، ووهابي عندهم معناه كافر. عندما يقولون هذا وهابي يعني كافر، وسيأخذون هذا الشريط يستغلونه، هذا شيخكم يكره محمد، لا يريدنا أن نحتفل بمولده. الزعماء يحتفلون بمولدهم، وخير البشر لا يريدنا أن نحتفل بمولده فهو يكره محمد. لا تستمعوا إلى دروسي، لا تستمعوا إلى دروسي، يسمعها الله من فوق سابع سماء. والحق أحق أن يتبع، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يذكر في كتابه الجواب الكافي، يقول: قلت لأحدهم: ما تقول لو أن الآن ظهر محمد بين أيدينا صلى الله عليه وسلم وعرض علينا الدين، أكان علينا أن نتبعه؟ قال: بلى. قال: هل يجوز أن نخالفه فنعرض أمره ونهيه على الآراء وأحوال الناس اليوم؟ فما وافقته الآراء والأحوال أخذناه، وما رفضته الآراء والأحوال تركناه. قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال: فقلت له: ومن نسخ هذا الحكم؟ هذا الحكم اللي أنت الآن تقول أعوذ بالله أعوذ بالله، من نسخه؟ هل نزل فيه وحي فنسخه؟ هذا الحكم قائم، هذا الحكم قائم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه كلها تحذيرات من الله. الحمد لله، الحمد لله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وكلمة فتنة عندما تأتي في هذه القضايا يراد بها الفتنة في الدين، يعني يصبح مؤمن ويمسي كافر. نعم، أو يمسي مؤمن ويصبح كافر. يسلب الله منه التوحيد ويزين له البدع والفتن والضلالات والأهواء، كما قال الله: زينا لهم أعمالهم. وصاحب الذنب والمعصية، يعني اللي سكر تلك الليلة شرب خمر، أرجى عند الله ممن بات على بدعة. نعم، هذا اللي شرب خمر تأتيه من الصبح تقول: يا ابن الحلال هذا حرام، لعله يتعظ ويعتبر لأنه يعرف أنها حرام. لكن كيف تقول لمخلوق يرى بدعته دين؟ هل يتخلى عن دينه؟ ما يتخلى عن دينه، دينه هذه خلاص، كيف تقنعه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تحذير إلهي خطير، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الحديث: ما من أمة ابتدعت بعد نبيها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة. رواه الطبراني. لو أن البدع يا أحباب
تظل بدعة محصورة بعيدة ما تؤثر على ديني ودينك، لم يعرها الناس اهتمام. ما دام ديني يسلم ودينك يسلم احنا بخير. لا يضركم من ضل ان اهتديتم. انا مهتدي وانت مهتدي، اللي يضل ما يضرني ولا يضرك. لكن الخطورة تكمن في هذا الحديث، ان ما تأتي بدعة الا وتأتي الى صرح الاسلام الذي جمله محمد صلى الله عليه وسلم وكمله، وهو متماسك صرح التوحيد. مثلي ومثل الانبياء كالبناء، الصرح فيه موضع لبنة، انا هذه اللبنة يقول صلى الله عليه وسلم، انا اللي سديت التشويه الذي شوهته الامم وكمل البناء بي. ثم يأتي فيقول: ما من أمة ابتدعت بعد نبيها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة. تأتي البدعة تروح السنة، تأتي البدعة تروح السنة، فلا يبقى عندي دين ولا عندك دين. ليه؟ لأن أولادي وأولادك وبناتي وبناتك يعيشون بين هؤلاء المبتدعين، فإن أنا سلمني الله الأضمن سلامة أولادي وأولاد أولادي، يعيشون مع الناس. وهنا تكون الخطورة. ويقول صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا رواه الطبراني، يقول صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يعني صاحب البدعة العمل ماله ما يسجل في ميزانه، تسجل السيئات، الحسنات ما تسجل. قال: حتى يدع بدعته. رواه الطبراني وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نسأل الله العافية. فأعقبهم نفاقا في صدورهم وقلوبهم إلى يوم يلقونه. نقول لهم: إن كان هذا الذي تفعلونه عبادة فالعبادات توقيفية. قال الله، قال رسول الله. أحضروا لي، قال الله وقال رسول الله، حتى أتبعكم في هذه العبادة، عبادة الاحتفال بالمولد وغيرها من الأيام التي ذكرتها في الدرس الماضي. الزحمة هذه، زحمة الأيام، يمكن وصلت الآن إلى 100 يوم. لو أحصيها لكم إحصائية في العالم العربي والإسلامي، كم من الأيام يحتفلون؟ قد تصل إلى عدد أيام السنة. أقول لهم بأن العبادة التي نعبد الله بها توقيفية. توقيفية إيش توقيفية؟ يعني دليل شرعيتها من الله ومن رسول الله. أحضروا لي من كتاب الله وسنة رسوله دليلا واحدا أتبعه في الاحتفال بالمولد. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بديهة يعرفها الكبير والصغير أن مولده سبق بعثته، وبعثته سبقت وفاته عليه الصلاة والسلام. إما أنه يعلم أن الاحتفال بالمولد عبادة وخباها وما أخبرنا، فهذه خيانة لله وحاشا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخون الله. وأن أبا بكر وعمر والخلفاء الراشدين والصحابة والقرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى السابع بدأت فيه البدع والاحتفالات في, 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 في المولد وغيره. هذه القرون اللي مرت كلها كانت تعلم أن الاحتفال بالمولد وغيره بهذه الأعياد الجاهلية النصرانية اليهودية أنها دين. وما علمت الأمم قرون ستة كلها خانت الله. معاذ الله، معاذ الله. عاش محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل بعثته، ما قال في يوم من الأيام، لا ثبت لا في السير ولا غيرها، احتفلوا بمولدي أبد. السير ذكرت المولد، قصة أبيه، قصة أمه، كيف حملت به، كيف رأت، كيف تكون ولادتها، كيف فرح به عمه وجده إلى آخره. لكن ما ثبت مرة واحدة. قال: فلما رأى المفترون على الله ورسوله أنه لا دليل صحيح بيديهم، كذبوا على رسول الله، فأوجدوا أحاديث موضوعة ينسبونها إلى الرسول زورا وبهتانا.
ولكن الحمد لله أن الله أوجد رجال للجرح والتعديل وتتبع الأسانيد يعرفون الرجال الكذبة من الصادقين. أحضروا تلك الأحاديث واعرضوها لنرى أسانيدها صحيحة أم باطلة. لن تجدوا سندا واحدا صادقا أو صحيحا. ثم لو كان الاحتفال على حسب الأولويات، أيهما أنفع للعالم؟ عمره قبل البعثة أم عمره بعد البعثة؟ لا شك أن عمره قبل البعثة، ومن ضمن عمره قبل البعثة المولد، يعني يوم ولادته إلى 40 سنة، هذا ليس له قيمة تذكر ولا حسنة تشكر للعالمين، لأنه لم يبعث، لكن كانت القيمة في ذاته صلى الله عليه وسلم، أن الله صانه وحفظه من أن يقع في الشرك. لكن يقول هذا حلال، هذا حرام، هذا تشريع، ما عنده وحي. وعمره 23 سنة القصير هذا، اللي يقارب نصف عمر الأول من الميلاد إلى 40، يقول الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن لماذا فضلتم المولد تحتفلون به ولا تحتفلون في البعثة؟ يلا الآن نناقشكم مناقشة علم الكلام والمنطق. ما يحتفلون بالبعثة، يحتفلون بالمولد. لماذا؟ لأن النصارى احتفلت بعيسى واليهود احتفلت بعزير، لابد أن نقلدهم ونتشبه بهم. يتبعون سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر ضب لدخلوا. الله يقول عن، ليس هذه دعوة للاحتفال بالبعثة، ولكن حتى نبين المقارنة لما هم فيه من سوء الفهم وسوء التقدير. الله يقول عن بعثته صلى الله عليه وسلم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال عن مولده: وإن كنت من قبل لمن الغافلين. كان من الغافلين صلى الله عليه وسلم. وجدك ضالا فهدى، عائلا فأغنى. ولكن لا بد من تقليد اليهود والنصارى، فيحتفلون بمولده ويجعلونها سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. استمعوا إلى هذه القصة. نظر رجل من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلا، يذبح بعارين إبل في منطقة اسمها بوانة، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي؟ قال: هل كان فيها وثن؟ المكان هذا اللي أنت تروح تبتوفي فيه النذر، تذبح الإبل، هل كان فيه وثن؟ فيه وثن، فيه صنم في أيام الجاهلية؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابي: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود على شرط البخاري ومسلم. فتبين من هذا الحديث أن الذبائح التي تذبح بمناسبة هذه الاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تذبح للقبور وللأضرحة وللأولياء وتذبح بأسمائهم، هذه كلها والعياذ بالله لا يحل الأكل منها وهي ليست لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع ذبح الإبل لهذا الذي نذر، والنذر عبادة، في وثن يعبد في المكان بوانة، قال: لا. في عيد يحتفلون فيه من أعياد الجاهلية، قال: لا. قال: زين، يلا الحين اذبح.
اي نعم الحين اذبح. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة يحملها كل مسلم ويسير بها. والإسلام جعل يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى، وجعل يوم الفطر، هذه أعياد المسلمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ثم يقول: القرآن العظيم، استمعوا ماذا يقول عن التشبه بالأمم: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فالتشبه بهذه الأمم وتقليدها حبوط للعمل وخسارة في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال: لتأخذن الخطاب لأمته: كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ وأقول لكم هذه الحقيقة الخطيرة لكي تعلموا: الشعب الهندي والباكستاني شعب الإسلام والمسلمون فيه كثير، ويصل ملايينه إلى المئات، مئات الملايين. ولكن اطرح على نفسك هذا السؤال: كيف استطاع الإنجليز بحفنة من الجنود استعمار القارة الهندية والباكستانية كلها؟ هذا سؤال وجيه يا إخوان. يعني لو تجمعوا هؤلاء الملايين وتفلوا على الجيش الإنجليزي لغرق. لكن هناك سر: هب الشعب المسلم في الهند وفي باكستان ورفعوا راية الجهاد في سبيل الله ضد الاستعمار الإنجليزي، فجاء مشايخ الصوفية وجمعهم قادة الإنجليز وعملوا لهم ولائم وعطوهم نياشين وشارات وعطوهم أموال، ثم قالوا: أوحوا إلى جميع المريدين من أتباعكم في طرقكم أن الإنجليز أولياء أمر، والله أمرنا أن نطيع ولي الأمر وأن محاربته جاهلية. فصاح مشايخهم بأعلى صوتهم بعد أن ملأوا بطونهم وجيوبهم: قتال الإنجليز حرام. قال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآن أصبحوا أولي أمر، لأنهم هم الذين يأتون بالقوانين ويأتون بكذا، فلا يجوز أن نرفع راية الجهاد. فمات الجهاد هناك وتم للاستعمار بغيته. لا تتعجب إذا سمعت الحكومة الإسرائيلية في فلسطين تصرح تصريح أخير خطير. شمعون بريز يقول بأن مشايخ الطرق الصوفية عندنا في فلسطين هم الدين الإسلامي الصحيح، وما يسمى بالصحوة الإسلامية ما هذا إلا تطرف وتعصب وإرهاب. ما السر الذي جعل الحكومة الإسرائيلية تمدح هؤلاء الذين يحتفلون هذه الاحتفالات ويرقصون تلك الرقصات وتشنع على الدعاة الصادقين؟ لا شك أن السر واضح، وأزيدكم بيانا أنه عقد مؤخرا في أرض مصر المسلمة، نسأل الله أن يفرج عنها، عقد مؤتمر من مؤتمرات المرأة اسمه يوم المرأة في مصر. رئيسة هذا المؤتمر امرأة كافرة اسمها نوال السعداوي، هذه عمرها 60 سنة، شعرها أشيب أشهب، استضيفت إلى الكويت 1981، وألقت محاضرات في الجامعة
ولها كتب تدرس في الجامعة إلى الآن، وفي نادي العمال، وسافرت إلى البحرين في نادي العمال وألقت محاضرات. اسمعوا بعض المقتطفات من كلامها المأثور. قالت: إن الأخلاق كالثياب، نلبسها متى شئنا وننزعها متى شئنا، وأن الحجاب الإسلامي على المرأة ما هي إلا بدعة يهودية. بدعة يهودية. اليهود الذين هم وراء جميع مؤسسات الدعارة في العالم ومباريات ملكات جمال العالم، اللي تطلع المرأة أمام المختبر وأمام الناس عارية تماما إلا من خيوط، وراء ذلك اليهود. وجاكسون هذا الذي يجعله الشباب قدوتهم في الغناء، والممثلون الأمريكان نسبة كبيرة منهم، وبيوت الدعارة والدخان الأزرق والرقيق الأبيض كله وراءه اليهود، وهي تعلم ذلك ولكن تنكر وتجعل الحجاب الإسلامي هو بدعة يهودية، مع أن أول من حارب الحجاب في المدينة المنورة اليهود. ذهبت امرأة مسلمة متحجبة إلى بائع ذهب، فقال: ما أبيعك ذهب يهودي. قال: ما أبيعك ذهب حتى تكشفين مواضع الذهب، صدرك ودينك وعضودك. فرفضت المرأة المسلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام يهودي آخر وربط طرف حجابها بذيل ثوبها، فلما قامت ارتفع الثوب فظهرت العورة، فجلست وصاحت: ومحمداه وإسلاماه. فمر مسلم سمع المرأة تصيح، على طول التفت يمين شمال، فشاف يهودي أمامها سل السيف، قطع رأسه، قطع رأس اليهود، تجمعوا على المسلم فقتلوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجاوروننا في بلد واحد أبدا. خلاص القضية قضية حجاب يا نوال سعداوي، الله لا يسعدك في الدنيا ولا الآخرة. الرسول أجلى اليهود من المدينة، بني قينقاع قبيلة كاملة أجلاها من أجل حجاب امرأة لما حاربه اليهود. فكيف تقولين أن الحجاب الإسلامي بدعة يهودية؟ ثم تزيدنا معلومات فتقول: فإذا وضعت المرأة حجابها على رأسها أصيب عقلها بالعمى. هذه المرأة هي رئيسة يوم الاحتفال بيوم المرأة في مصر، عقد منذ شهر. اسمعوا التصريح من فمها بأن هذا المؤتمر مول من ثلاث جهات أجنبية. ثلاث جهات أجنبية دفعت تكاليف المؤتمر، قيمة الفندق والطعام والحفلات والرقص والخمر والزمر كله. ومع الأسف أن بعض بناتنا شاركوا فيه. استمع ماذا تقول. تقول: ثلاث جهات أجنبية قامت بتمويل المؤتمر، ومنها شركة فورد، هذا الذي أنا أستشهد فيه. من الجهات الأجنبية التي ساهمت شركة فورد، وأنتم تعلمون شركة فورد، شركة فورد شركة يهودية صرفة. وبعد ما مرت عليها المدة القانونية في المقاطعة، جاءوا بسيارات فورد. كأن مقاطعة اليهود لها مرسوم قانوني، إذا مر عليها 20 سنة ولا 30 سنة خلاص اتكسر القانون. تعال يا بيجن ويا ريجن وجيب معك سيارة فورد، خلاص القانون يقول ذلك، انتهت مدة المقاطعة. المقاطعة جعلت لأنه يهودي، فلما انتهت المدة ما انتهت يهوديته، لا يزال يهودي ابن يهودي. قال لك: لا، القانون قانون المقاطعة يقول ذلك. والممثلة إذا راحت تمثل هناك عند اليهود أو تغني عند اليهود يعطونها مدة قانونية، فإذا انتهت المدة القانونية تعالي تفضلي سلام مربع ادخلي عندنا في بلدنا، لأن القانون يقول ذلك. وأصبح القانون فوق شرع الله الذي يلعن اليهود ويغضب على اليهود في الدنيا وفي الآخرة. الشاهد بأن اليهود والإنجليز والأمريكان وغيرهم يقفون جنبا إلى جنب، وليس الجهاد الأفغاني العظيم عنا ببعيد. عبد رب الرسول سياف محارب وهو أمير الاتحاد، لماذا؟ لأنه ليس صوفيا. حكمة يار محارب
لماذا؟ لأنه ليس صوفيا. نصر الله منصور محارب، لماذا؟ لأنه ليس صوفيا. لكن فلان وفلان وفلان يقابلون الرؤساء والمحافل الدولية وتأتيهم الميزانيات وتصب عندهم الميزانيات، لأنهم يعلمون أن الدولة الإسلامية في أفغانستان إن كان وراءها أولئك الذين يرقصون رقصة التغبيرة ويشركون مع الله الأولياء والقبور، فلن تقوم أبدا على ما قامت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جيش محمد ما انتصر إلا بالتوحيد، ومن هزم إلا بعد أن ترك التوحيد. وأن أمة محمد ما أقامت دولة الإسلام في الأندلس 7 قرون إلا بالتوحيد، ومن هزمت إلا بترك التوحيد. وأن المغول والتتار من هزموا في عين جالوت إلا براية التوحيد والجهاد، وصلاح الدين من انتصر على الصليبيين إلا براية التوحيد والجهاد. ويوم أن يحرف التوحيد في القلوب يأتي الاستعمار ومن وراء الاستعمار وتتم السيطرة. هم يعلمون ذلك، لهذا يحاربون الصحوة الإسلامية أينما كانت، سجون، معتقلات، مشانق، تشويه، ويمتدحون هذه الطرق التي جعلت همها طول العام الاحتفال بعد الاحتفال بعد الاحتفال. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعض الناس في المدينة يرقصون ويلعبون، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية يا رسول الله. كم منهما؟ يومي الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود على شرط مسلم. ثم كتب عمر بن الخطاب في خلافته إلى جميع عماله في مصر والعراق والشام في فلسطين، وكانت إمبراطوريته تمتد من الشرق إلى الغرب، كتب إلى عماله في الولايات الإسلامية المتحدة، ما في ولايات الآن، في ولايات أمريكية الحين متحدة في اتحاد سوفيتي، يتمنى أن تكون ولايات إسلامية متحدة، لرأت الدنيا كيف يكون النور والعدل. عمر بن الخطاب كتب إلى عماله في الولايات الإسلامية المتحدة بقيادته الآتي: ألا يظهر الكفار أعيادهم في دار الإسلام، ألا يظهر الكفار أعيادهم في دار الإسلام. فامتنع النصارى واليهود والمجوس من الاحتفال بأي عيد من أعيادهم. لماذا؟ ما السر؟ عمر يخاف على الجيل المسلم، لأن يا إخوان العيد مهما كان عيد، والحزن حزن، يعني الحزن يبعث في النفس الخوف والغم والهم، لكن العيد عيد. لما طفلك الصغير وطفلي ها يشوف هالرايات وهالزينات وهالطبول وهالزمور وهالرقص وهالشربات وهالحلويات، طفل يا أخي يتأثر فيقول يعني هذا حرام، مستحيل، هذا شيء حلو، هذا شيء زين، فيبدأ يتشربه. فلما يكبر عاد تعال انزع العجل اللي شربه في قلبه، ما تستطيع، وأشربوا في قلوبهم العجل. لهذا عمر بن الخطاب كافح المسألة من الجذور، ما في احتفالات، خلاص في عيد أضحى وفي عيد فطر، ومنع الكفار أن يحتفلوا بأعيادهم حفاظا على الجيل المسلم. الله سبحانه وتعالى يقول عن الأعياد، لأن الأعياد عبادة، قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويقول سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي القبلة، الصلاة، الصيام، الحج، الأعياد، هذه مناسك الله هو الذي يشرعها سبحانه وتعالى. يقول الله في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك أنها مشاقة لله
ولرسوله وللمؤمنين من السلف الصالح رضي الله عنهم أن نبتدع بالدين وأن نحتفل احتفالاً يزيد على أعياد المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أوجه ندائي الأخير إلى جميع المريدين من الشباب الواعي الذي يريد أن ينهض بالإسلام: اجعل شيخك محمداً صلى الله عليه وسلم وطريقتك سنته وزاويتك مسجده وشعارك جهاده، ودر حيث يدور الإسلام، ولا ترهب ما يفعله المشايخ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسيأتي علي وعليك يوم لا يحاسبنا شيخ ولكن يحاسبنا الله رب العالمين. وهذا اليوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه اللي هو أغلى من شيخ الطريقة. انتبهوا أيها المريدون في الزوايا والتكايا وفي الخرق وفي كل مكان أن الأمر خطير. اتبعوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تسألوا إلا الله، وليكن شعاركم: اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله أمرا. نسأل الله أن يحفظ ديننا وإيماننا وتوحيدنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد وصلاح العمل وإخلاص النية والاتباع وترك الابتداع، ونسألك نور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وبركة الدعوة وإجابة الدعاء، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.